أيمن عزب موهبة واثقة جدا من نفسها، ويظهر هذا من طريقة أدائه. وقف أمام كبار الفنانين وهو ما زال في بداياته، ولكنه استطاع أن يكسب ثقتهم ويكتسب خبرتهم ويحجز له مكانا بين النجوم. برغم أنه بدأ حياته الفنية منذ ما يقرب من ربع قرن، إلا أن تألقه بصورة كبيرة جاء في الألفية الجديدة، بالتحديد في السنوات العشر الأخيرة. شهرته الكبيرة جاءت من نجاحه الكبير في تجسيد السيرة الذاتية لأكثر من شخصية مشهورة، فاستطاع أن يثبت قدرته التمثيلية الكبيرة، واستحق أن يصبح الفنان أيمن عزب محبوب الجميع. فهو بجانب موهبته يتمتع بشخصية ودودة قريبة من جميع زملائه في الوسط الفني. اليوم أنتم على موعد مع الفنان أيمن عزب، وسنسلط الضوء على حياته الفنية وأيضا جوانب من حياته الشخصية، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد أيمن هيثم صدقي عزب في 6 مارس من عام 1962 لأسرة بعيدة عن الفن، فوالده كان يعمل ضابطا بحريا، ولكن والدته كانت تأخذه كل جمعة إلى السينما، وربما أسهم هذا في حبه للسينما. في طفولته ظهرت عليه موهبة التمثيل وتقليد الفنانين، وهذا ما لاحظه جميع المحيطين به. لذلك عندما قرر أن يمتهن الفن لم يجد أي اعتراض من أسرته، والتحق بالفعل بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1992. ولكن بدايته الفنية جاءت قبل أن يحصل على البكالوريوس من المعهد، حيث أن أول عمل ظهر فيه كان عام 1982 من خلال فيلم الدباح. ظل يعمل في أدوار لم تلفت الأنظار إليه حتى عام 1992، وهو عام تخرجه من المعهد، حيث اشترك في فيلمي اللعب مع الشيطان واشتباه، وهي الأدوار التي كانت بمثابة انطلاقته الفنية. ثم توالت عليه الأعمال والأدوار المتنوعة السينمائي منها والتلفزيوني وأيضا المسرحي، فقدم أعمالا أمام كبار الممثلين أمثال فريد شوقي بمسلسل صابر يا عم صابر، وصراع الزوجات أمام الفنان محمود حميدة، والصمت أمام كرم مطاوع وحمدي غيث. كما قدم أيضا أعمال زمن الممنوع، لا إله إلا الله، الحفار، الإمام الترمذي، فارس بلا جواد، العندليب حكاية شعب، أم كلثوم، قضية رأي عام، في إيد أمينة، قابيل، ولي العهد، قاسم أمين، المغني، وشطرنج. كما وقف أمام الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح، وقدم أعمالا مسرحية التي قدمها ضمن مهرجان المسرح للجميع مثل كارمن وسكة السلامة 2000. قدم الفنان أيمن دور الموسيقار محمد عبد الوهاب في مسلسل العندليب، كما قدم دور الموسيقار رياض السنباطي في مسلسل أم كلثوم. وعن هذه الأدوار تحدث قائلا أنه عندما عرض عليه دور محمد عبد الوهاب في مسلسل العندليب استغرب جدا، لأنه قدم دور رياض السنباطي في مسلسل أم كلثوم، وأضاف أنه ذهب إلى المنتج محمد العدل وأكد له أنه قدم شخصية السنباطي، فهل تجتمع شخصيتان في شخص واحد؟ فأكد له أنه يعلم ذلك وأنه سيؤديها بشكل جيد، وتابع أن زوجته شاركته في فهم الشخصية ونصحته بعدم مشاهدة أفلام قديمة لعبد الوهاب ومتابعة حواراته التلفزيونية فقط. أصبح الفنان أيمن عزب رئيس لجنة التصاريح بنقابة المهن التمثيلية في عام 2018. أما عن حياته الشخصية، فالفنان أيمن متزوج من الإعلامية نيفين خالد، والتي تقدم برامج متنوعة على قناة نايل لايف. والذي لا يعلمه الجميع أن زوجته نيفين هي شقيقة الفنانة شيري عادل، ولكن أسماء الشهرة تخفي ذلك. من المواقف التي لا ينساها الفنان أيمن عزب والتي صرح بها في أكثر من حوار، أنه اعتاد عندما يعرض عليه شخصية هامة أن يذهب إلى أحد الفنادق ويقيم بها إقامة دائمة. وفي إحدى المرات حذر زوجته من أي اتصالات وأغلق هاتفه، وأثناء تواجده في الفندق فوجئ بالباب يطرق عليه، وعندما فتح لم يجد أحدا، وفوجئ بزوجته تقف من على الأرض، ودخلت الحجرة وفتشت الدولاب لكي ترى هل يوجد أحد معه أم لا،
وتتأكد أنه فعلا يحضر للشخصية التي يقدمها. عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، ما هو أكثر دور تفضله للفنان أيمن عزب؟